أعياد الميلاد في كركوك تقتصر على الدعوات والأمنيات تضامنا مع ضحايا الحمدانية وغزة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. برسائل المحبة والسلام، هكذا تلا مسيحي كركوك صلواتهم عشية قداس عيد الميلاد هنا في كاتدرائية القلب الأقدس أكبر كنائس المدينة. لم يكن للمسيحيين إلا إلغاء احتفالاتهم وإعلان تضامنهم مع فواجع الحمدانية وغزة، ومقتصرة على تبادل المحتفين التهاني والأمنيات. فاجعة الحمدانية ما لازم ننساها، وهي تحت مسؤولية كل العراق، يعني هذول راحوا ضحية لهذه الفاجعة. نتمنى أنه يصير تحقيق جدي، كذلك نتمنى أنه اللي لا يحدث بغزة هو يعني أقبح ما يمكن أن نتصور. كل هالأطفال، أكثر من 20,000 تجاوز عدد الضحايا، وليش نقدر نعيش إحنا بهالدنيا من دون أن نقتل؟ ولهذا هذا الموقف ما يمنعنا أن نتذكر بأن رسالة المسيح كانت السلام. ملامح الحزن هذا العام كانت أكثر من أي عام مضى. لا عيد ولا كريسمس، يتفق المسيحيون هنا تضامنا مع كل بيت مسيحي فقد عزيزا خلال هذا العام، وإكراما لضحايا العرس. هذه السنة احتفالاتنا كانت تنقصها بأنه نشعر بألم أخوتنا في قرقوش نتيجة المحرقة اللي صارت، وأيضا أخوتنا في غزة نتيجة الأعمال الحرب. لكن إحنا عندنا أمل بأنه بعد كل حزن، بعد كل ألم، أكو فرح، أكو محبة، أكو سلام. فأكيد صلينا بأنه هذا الحزن يتحول إلى فرح، وهذا الألم يتحول إلى سلام. 12 كنيسة للمسيحيين في كركوك، 8 منها فقط أقامت طقوس الميلاد بلا احتفالات وبمجسمات بسيطة في باحة الكنيسة بلا قرع للأجراس. حاليا ما يجري الآن في واقع العالم هو يشبه ما جرى في وقت ميلاد المسيح. ميلاد المسيح الحاكم هيرودس قتل 14,000 طفل واضطهد وقتلهم، مما اضطر إلى أن يأخذ مار يوسف الطفل يسوع ويهاجر به إلى أرض مصر. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. بصوت وقلب واحد الفواجع لم تجهض دعواتهم في المضي نحو سلام يسود البلاد. لقناة الفلوجة عبد الله العامري، كركوك.